التحليلية من الميادين وفي عناوينها. Now turned into a concentration camp where genocide is taking place. في سابقة تاريخية، جنوب أفريقيا تقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي، استعراض لأفعال الإبادة ونيات على مدار أكثر من 3 أشهر من العدوان الإسرائيلي. تظاهرات وتحركات احتجاجية تملأ شوارع لاهاي نصرة لغزة. كيف تكسر دعوة جنوب أفريقيا الاحتكار الأطلسي لثقافة العدالة؟ وفي وثيقة اليوم يدعو تحرنوت تتحدث عن توتر إسرائيلي بريطاني على خلفية تحقيق لشرطة لندن في جرائم حرب في غزة، ما سقفه وأبعاده؟ مساء الخير. رفعت محكمة العدل الدولية اليوم أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا أكد أن تدمير حياة الفلسطينيين لم يبدأ في 7 أكتوبر بل منذ عام 1948، مشيرا إلى أدلة على شروع إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. بدورها عرضت محامية الادعاء عن جنوب أفريقيا المحامية عديلة هسيم في مرافعتها أفعال الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة. أما محامي الادعاء لجنوب أفريقيا فتطرق إلى نيات الإبادة لدى إسرائيل، مستشهدا بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك. نتابع أدناه أبرز هذه المداخلات التي تضمنتها جلسة الاستماع. على الرغم من هذه الاتهامات القاسية، استمرت إسرائيل في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد سكان غزة، ولكن ما هي الأدلة الإضافية التي قد تكون مطلوبة لإقامة محاكمة من هذا النوع؟ إن مثل هذه الحالة تحديدا التي تؤثر في المجتمع الدولي ككل هي السبب في أن المادة 4 من اتفاقية الإبادة الجماعية لا تتطلب إجراء مفاوضات كشرط لممارسة المحكمة اختصاصها. العنف والدمار لم يبدأ في 7 أكتوبر، إن الشعب الفلسطيني يعاني العنف الإسرائيلي من 76 عاما، وحتى 6 أكتوبر عام 2023 تستمر إسرائيل في السيطرة على المياه الأقليمية والأجواء والمداخل البرية والبنى التحتية. إسرائيل ما زالت تعد قوة محتلة. خبراؤنا ومسؤولون شكلوا لجنة ستقدم أدلة وحججا تؤكد نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. إن الفلسطينيين في غزة قتلوا بالصواريخ والقذائف الإسرائيلية التي أطلقت من البحر والبر والجو، وهم يواجهون خطر المجاعة وانتشار الأوبئة بسبب الحصار الذي فرضته عليهم إسرائيل. إن الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل هي القتل الجماعي في قطاع غزة، وهذا انتهاك للمادة 2 من الاتفاقية. الفلسطينيون في غزة يواجهون حملة قتل شديدة في كل أنحاء القطاع. هم يقتلون في منازلهم، في المستشفيات، في مراكز الإيواء، وفي المدارس والكنائس، وخلال بحثهم عن الطعام، في حين أجبروا إلى مناطق كانت قد أعلنت إسرائيل أنها آمنة، لكنهم تعرضوا للقصف. قامت إسرائيل بالقتل بعدد من القذائف في مدة زمنية قصيرة، وذلك على الرغم معرفتها بحجم الخسائر المدنية التي قد تحصل. الكنيسة الإسرائيلي تحدث عن سحق قطاع غزة وإزالتها عن وجه الكرة الأرضية. إسرائيل تمتلك نية ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهذا واضح من خلال الطريقة المعتمدة واتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى الموت البطيء. حتى رئيس الحكومة ووزراء ونواب وكبار المسؤولين والضباط الإسرائيليون دعوا إلى الإبادة الجماعية. جنوب أفريقيا راقبت ذلك بصدمة كبيرة، ونحن ندعو إلى ملاحقة دعاة هذه الإبادة. والآن ينضم إلينا من قطاع غزة مراسل الميادين الزميل أكرم دلول. مساء الخير أكرم. في اليوم 97 من هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، كل الأنظار توجهت إلى لاهاي بإمكانية محاكمة إسرائيل على جرائمها وإبادتها الجماعية. إذا أمكن أن تضعنا بصورة هذه الإبادة بالإحصائيات، بالأرقام، بما ارتكبته طيلة هذه الأيام.
يعني حقيقة وفى هناك كثير من التحايا يوجهها الفلسطينيون لجنوب أفريقيا، والكل يتحدث عن أن جنوب أفريقيا يمثله على اعتبار أن هذه الوقفة يعني هي وقفة للتاريخ وتنصف هذا الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لحرب إبادة على مرأى العالم أجمع من دون أن يحرك هذا العالم ساكنا. وبالتالي يعني حقيقة هناك كثير من الترقب لدى الفلسطينيين تحديدا في قطاع غزة لما ستؤول إليه هذه المحكمة من قرارات قد تلجم وتدين هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح كل قواعد القانون الدولي، ويعني لم يدع بندا في هذا القانون إلا واخترقه واستباحه على مرأى العالم أجمع. عموما يعني في آخر الإحصاءات الرسمية أن هناك 2000 مجزرة ارتكبتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، راح ضحية هذه المجازر قرابة 24,000 فلسطيني، 70% منهم أطفال ونساء بحسب آخر ما أكدته المصادر الطبية هنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى أننا نتحدث عن قرابة 60,000 جريح، العدد الأكبر منهم نساء وأطفال، وهؤلاء يحرمون حتى من العلاج في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يمارس بشكل ممنهج إلى جانب الحرب التي تصعدها إسرائيل على مدار الساعة. نتحدث حتى الآن عن 10,000 مريض بالسرطان في قطاع غزة، تحرمهم إسرائيل حتى من حبة الدواء، وفي كل يوم يعني يرتقي ويتوفى منهم المزيد من دون أي رحمة. هؤلاء المرضى كان لديهم مستشفى وحيد يقدم لهم الخدمة الطبية وهو المشفى التركي في قطاع غزة، استهدفته إسرائيل وقصفته. كذلك نتحدث عن يعني مئات المرضى من أمراض الفشل الكلوي وأمراض السكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة، هؤلاء كذلك يصارعون الموت من دون أن يتمكنوا من الحصول على أدنى مقومات العلاج، على اعتبار أن إسرائيل تحرم أهالي قطاع غزة من العلاج. وحتى منذ اللحظة الأولى لبدء هذه الحرب المدمرة، إسرائيل وبقرار رسمي ربما تذكرون ما تحدث به وتبجح به أمام العالم يوآف جالانت وزير الأمن الإسرائيلي عندما قال لا ماء لا طعام لا وقود، وهو بذلك يتحدى كل الأعراف والمواثيق الدولية ويعاقب الفلسطينيين في قطاع غزة من دون أي ذنب. وبالتالي حرب الإبادة أيضا يعني مسحت عشرات آلاف العائلات هنا في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن جرحى ومفقودين، وربما المعلن هو 24,000 شهيد، لكن بعد أن تضع الحرب أوزارها سيتبين فظاعة ما كانت ترتكبه إسرائيل. التقديرات تشير إلى أن الأعداد ستكون أكبر من ذلك بكثير، على اعتبار أن الاحتلال ارتكب مجازر مروعة ولم يعرف عنها أي تفاصيل حتى الآن. هناك مقابر جماعية تقام لعدد كبير من العائلات من دون أن يعلم عنها أحد شيئا نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي المستمر. أضف إلى ذلك حرب التشريد والتجويع التي تنتهجها إسرائيل. نعم أكرم. هذه الحرب القذرة التي دفعت أكثر من 1,935,000 فلسطيني تحت وتيرة القصف واستهداف المنازل والبيوت للتشرد والمبيت في العراء والشوارع وفي خيام لا تقي يعني أدنى مقومات الحياة الآدمية، ونحن نتحدث عن أوبئة تنتشر بين هؤلاء الفلسطينيين. الصغار هنا حقيقة يعني هم عراة، لا يجدون ملابس شتوية وفا، وبالتأكيد لا يجدون أغطية ولا يجدون يعني ما يقيهم برد الشتاء القارس الذي نعيشه. وبالتالي كل هذا يعني المشهد يلخص حجم الجرائم وجرائم الحرب مكتملة الأركان التي تنتهجها إسرائيل، والتي بالمناسبة أيضا صح. لو أردنا أن نتحدث عن جرائمها بالتفصيل لم يتسع لا يسع لنا الوقت صحيح. عن إعدامات نعم لأنه أكرم حتى اليوم نتحدث في اليوم 97 هنالك 10 مجازر ارتكبت في الساعات الماضية ونحن نتحدث الآن، وهذا أكبر دليل على فظاعة ووحشية آلة القتل الإسرائيلية بحق أبناء غزة في هذا العدوان. على كل أحوال شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات وتقريبنا أكثر بالأرقام وصورة الوضع بحجم المجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. سأنتقل مباشرة إلى موفد الميادين إلى
لهاي الزميل موسى عاصي حيث البرد القارس وتوخى البرد. يا موسى، نحن نتحدث اليوم عن انتهاء أولى جلسات هذه الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بعدوانها على قطاع غزة في 3 أشهر ماضية. دعنا أولا بأجواء كان وملخص أجواء هذه الجلسة وهذه المرافعة لجنوب أفريقيا. يعني إذا كانت بداية، أعتذر عن هذا الصوت المزعج جدا، إذا كانت المحكمة الدولية قد قررت أن تكون مستقلة بالفعل فسننتظر خلال 2 أو 3 أسابيع على أبعد تقدير قرارا من هذه المحكمة يدين إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية. الدلائل والبراهين التي قدمتها جنوب أفريقيا إن كان بنص الدعوة الذي قدم قبل حوالي 2 أسبوع أو بالمطالعات التي قدمها الفريق أمام القضاة 15 اليوم، الفريق الجنوب أفريقي يؤكد بأن الدلائل التي قدمها هي كافية من أجل أن يكون لدى المحكمة الدولية قرارا واضحا بتهمة الإبادة الجماعية لإسرائيل. كما تابعنا هذه الجلسات طيلة قبل الظهر، يعني حوالي 3.5 ساعات من المطالعات شارك فيها 9 من أعضاء فريق جنوب أفريقيا. كما تابعنا هذه المطالعات كان هناك واضح بشكل لا لبس فيه العديد من الدلائل، العديد من البراهين الحسية المرئية بأصوات زعماء وقادة الاحتلال الإسرائيلي وبالصور التي مررها الفريق الجنوب أفريقي أمام القضاة، إن كان على مستوى القيادات التي تحدثنا عنها أو التي تحدثت بنفسها عن نيتها إبادة الشعب الفلسطيني في غزة، أو على مستوى الفيديوهات التي عرضت خلال الجلسة عن قيام الجنود الإسرائيليين في الرقص على الركام التي ينام تحتها شهداء جثث شهداء فلسطينيين في قطاع غزة. إذن لدينا إحاطة واسعة من الدلائل والبراهين التي تدين إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية. بكل الحالات فإنه إذا ارتكزنا إلى التجارب التي حصلت خلال السنوات الماضية، هناك 17 قضية أو حالة مرت على هذه المحكمة الدولية هنا في لاهاي واتخذ فيها قرار واضح بأن هناك إبادة جماعية. نرتكز فقط على حالة واحدة هي حالة الروهينجا مع ميانمار التي تحدث عنها بإسهاب فريق جنوب أفريقيا. في هذه الحالة كانت الدلائل أقل بكثير مما يجري في قطاع غزة. هناك إبادة جماعية للروهينجا ولكن لم يكن هناك قصف بالطيران، لم يكن هناك حرب مدمرة، ولم نسمع أي تصريح من قبل قادة ميانمار بنيتهم الإبادة الجماعية بعكس ما حصل في لدى قيادات الاحتلال الإسرائيلي. وعلى أمل يعني موسى أن تؤدي هذه القضية إلى تغيير واقع. هي جلسة تاريخية. صحيح، لتغيير واقع كما قال يعني الفريق القانوني لجنوب أفريقيا. هذا ما كنت أريد إضافته. صحيح، نحن أمام امتحان مهم جدا، امتحان تاريخي، والمحكمة الدولية تمر بالفعل ومن دون أي مبالغة بامتحان مفصلي لمسيرتها ولبقائها كمحكمة للعدالة الدولية في حال قررت هذه المحكمة الإصغاء للضغوطات الأمريكية وفي نهاية المطاف قررت بأن لا تعتبر ما يجري هو إبادة جماعية، فإن المحكمة تحكم على نفسها بالنهاية بالفشل بالانتهاء كمؤسسة يرتكز إليها العالم كمرجعية أساسية. صحيح. ونهائية لتمكين العدالة الدولية من أن تأخذ مجراها. هذا الأمر يستبعده فريق جنوب أفريقيا. تحدثنا قبل قليل مع وزير العدل الجنوب أفريقي، قال للميادين بأنه يتوقع، هو متفائل جدا ويقول بأنه يتوقع أن يصدر قرار ينصف الفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة. على أمل ذلك موسى. وأيضا يعني خارج القاعة كان هنالك تحركات شعبية لافتة بالتظاهرات المؤيدة لأهالي. صحيح. غزة، لأهالي فلسطين، للقضية الفلسطينية، والتي أيضا تتضامن وتأمل تحقيق هذا التغيير من خلال هذه المحاكمة لإسرائيل، محاكمتها على الإبادات الجماعية التي ترتكبها. إذا أمكن، لأنك تابعت وتابعنا معك يعني عبر الشاشة، عبر شاشة الميادين، هذه التظاهرات، حجم هذا التفاعل، بملخص يعني لمقارباتك، لملاحظاتك لهذه التظاهرات.
صحيح، يعني بداية أريد أن أوضح مسألة بسيطة، وهي أن السلطات هنا في هولندا يعني فصلت الساحات هنا في هذه الساحة التي أقف فيها الآن، حجزتها للداعمين لكيان الاحتلال الإسرائيلي. لاحظنا أن الأعداد كانت قليلة جدا بعض الأعلام الإسرائيلية التي رفعت هنا في هذا المكان، والمكان الذي خصص أو هناك مجموعة من الأمكنة خصصت للداعمين للقضية الفلسطينية كونها الأعداد كانت كبيرة جدا، على بعد نحو أقل من 200 متر كان هناك التجمع الأقرب للمحكمة الدولية. في وسط المدينة كان هناك أيضا تجمع، قبل قليل أو قبل حوالي ساعتين من الآن كان زعيم فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون هنا في هذا المكان، جاء خصيصا من أجل تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وأيضا لمبادرة جنوب أفريقيا. التجمعات التي وجدت هنا جاءت من كل المدن الأوروبية، هناك حالة نادرة يعني من مستوى الدعم للشعب الفلسطيني، مستوى الدعم لسكان غزة، بحيث أن هناك العديد من الأشخاص أتوا من مدن بعيدة، من ألمانيا، من بريطانيا، من بلجيكا ومن فرنسا، وصلوا إلى هنا قبل اعتبارا من بعد ظهر الأمس. وهناك كما ذكرت صباحا أشخاص ناموا هنا أمام مقر المحكمة الدولية من أجل الحصول على فرصة الدخول إلى القاعة، كون أن المحكمة الدولية سمحت لنحو 20 شخص فقط من الرأي العام من الناس العاديين الدخول إلى القاعة. إذن هناك أشخاص ناموا هنا من أجل الدخول إلى القاعة، وعندما أتيت صباحا في الساعة 7 إلى هنا كان هناك العشرات ينتظرون، ولكنهم للأسف لم يتمكنوا من الدخول، وكانوا وقد عبروا عبر الميادين أيضا عن خيبة أملهم لأنهم لم يدخلوا إلى هذا المكان. الكل جاء إلى هنا من أجل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني. نحن أمام حالة تاريخية، ليس فقط ما يجري داخل المحكمة الدولية، إنما أيضا ما جرى خارج المحكمة الدولية، ما يجري في المدن الأوروبية. اعتقدنا خلال الأسبوعين الماضيين في فترة الأعياد أن التحركات الداعمة للفلسطينيين قد تراجعت في أوروبا، ولكن كما نتابع منذ أيام في ألمانيا وخلال هذا الأسبوع أيضا نهاية هذا الأسبوع، هناك العديد من التظاهرات التي ستنظم في مدن أوروبية، في روما، في سويسرا، في باريس، في غيرها أيضا. يعني موسى يعطيك ألف عافية، نتمنى لك أيضا السلامة، ونحن بانتظار كذلك جلسة يوم غد، وكذلك كما ذكرت ممكن أن يصدر سنبقى بالروح التفاؤلية، كما هو وزير العدل لجنوب أفريقيا أفادك بأن هنالك تفاؤل كبير بأن تنصف محكمة العدل الدولية فلسطين بعد كل هذه المجازر، بعد كل هذه الأعوام وانتهاك الحق الفلسطيني. سوف نكون معك بطبيعة الحال فور ورود أي جديد، وفي يوم غد منتظر. شكرا جزيلا لك موسى. هذا انعكس أيضا على الأوساط السياسية، مشاهدين بقلق كبير وبخطر كبير تنظر تحديدا الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية إلى هذه الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا. التفاصيل مع الزميلة منال إسماعيل. بجدية تامة يتعاملون في إسرائيل مع بدء الجلسات الأولية في محكمة العدل الدولية في لاهاي في الدعوة المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة. إنها إحدى الأيام الأشد دراماتيكية في تاريخ إسرائيل. إنها إحدى المحاكمات التأسيسية حيث تحاكم إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية في المحكمة التي تأسس فيها هذا القانون من أجلنا. إسرائيل ووزارتا القضاء والخارجية والحكومة ينظرون إلى المحاكمة ويرون الخطر الكامن في هذا النقاش. وفيما تكمن الخشية الإسرائيلية من عقوبات قد تفرضها المحكمة على إسرائيل وانعكاساتها على المستوى الدولي، استبق خبراء إسرائيليون قرارات المحكمة بالتشكيك بمهنية القضاة فيها. خوف إسرائيل الكبير يكمن في أن هذه محكمة قضائية وفيها قضاة مهنيون، ولكن لديهم خلفية سياسية، وكل قاض منهم يأتي مع ورقة من منزله مكتوب عليها لما يجب أن يصوت، والمشكلة هي في العقوبات. المستويات الأرفع في إسرائيل قلقة من انعكاسات ذلك على إسرائيل كالعزلة الدولية والعقوبات وعدم بيع أسلحة إلى إسرائيل وتأثر صورتها لتصبح كمرتكبة إبادة جماعية. وبين التصريحات المنددة بمحكمة العدل الدولية ومواقف السياسيين التي تحرج إسرائيل أكثر وتظهر حقيقتها العدوانية، اضطر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إصدار توضيح باللغة الإنجليزية بأن إسرائيل لا تعتزم احتلال غزة.
مع بدء النقاش في محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإن من يعطي المواد للمدعين في الأيام الأخيرة هم السياسيون الإسرائيليون، ومن ضمنهم عضو كنيسة من الليكود دعا إلى قتل من بقي في شمال القطاع. محللون لفتوا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمثل فيها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لكن الإيقاع مختلف هذه المرة، إذ من الصعب وفقا لهم التقدير كيف سينتهي الحدث القانوني، ولكن من الواضح بالفعل أن احتمال خروج إسرائيل من هذه المعركة من دون أن تمس منخفض للغاية. منال إسماعيل، الميادين. والآن ينضم إلينا محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية الزميل الدكتور ناصر اللحام. مساء الخير ناصر. يعني لماذا كل هذا القلق بالأوساط الإسرائيلية، ولا سيما نحن نتحدث عن محطة مفصلية وتاريخية للمرة الأولى تجلس إسرائيل لتحاكم على مجازرها وإبادتها الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، ولا سيما بشكل خاص بهذا العدوان؟ تحياتي وفاء. في الحقيقة فعلا نقطة مفصلية وتشكل استدارة منذ بداية الحرب. أول مرة أشاهد الإسرائيليين واجمين، أول مرة أشاهدهم ينظرون إلى المرآة ويشاهدون مدى قباحتهم ومدى الجرائم التي ارتكبوها. صدمة كبيرة جدا. جميع الصحف العبرية وجميع وسائل العبرية نقلت وتنقل وسط ذهول وأحيانا سخرية من المسؤولين الإسرائيليين الذين سلموا رقابهم بتصريحات هوجاء دموية عنصرية، ونالوهم في النقد بأنهم لماذا تحدثوا وأدانوا أنفسهم هكذا. وزارة الخارجية الإسرائيلية في محاولة بائسة تحدثت عن التظاهرة بجانب الزميل موسى عاصي، وصفتها بأنها أكبر التظاهرات نفاقا في التاريخ ومسلسل من الادعاءات الكاذبة والواهية. هذا ما صدر بعد صمت ساعات طويلة من وزارة الخارجية الإسرائيلية التي واضح تماما أنها أول الفاشلين في هذه المعركة. وفي محاولة أخرى للخطأ وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية جنوب أفريقيا بأنها الذراع القانوني لحماس، وهذا يزيد الطين بلة. ما نشاهده في المشهد الإسرائيلي لأول مرة يشعرون بالقلق، وكأنهم يتساءلون أين أمريكا، لماذا لا تحمينا؟ يعني بقي أن يكتبوها عنوانا، فوجئوا بمدى كراهية الجرائم التي يرتكبونها ومدى الضعف القانوني الذي تتواجد فيه إسرائيل، وخصوصا بعد مرافعة القضاء كم هي قبيحة هذه الجرائم وكم هي شنيعة وفيها رائحة الكراهية. تصريحاتهم التي أدانتهم، وهذا ما قلت بأن كثير من النقاد لاموا مسؤولينهم الإسرائيليين على هذه التفوهات، وخصوصا مثل وزير الدفاع جالنت، رئيس الأركان نتنياهو شخصيا الذي استخدم التوراة في تحريض الجنود على القتل العرقي، يضاف إلى ذلك المتطرفين منهم. نعم. موقف الحكومة الإسرائيلية ضعيف وضعيف جدا، لديهم أمل واحد بالإضافة إلى حالة الفجور التي كانوا فيها، الآن التوسل للولايات المتحدة الأمريكية أن تغطي على جرائمهم وأن تحاول أن تخرجهم من هذا البئر. لكن واضح تماما أن المسألة أكثر من ذلك بكثير، لأنها تفتح بوابة المساءلة القانونية. ولو نجحت القضية بقرار من هذا النوع فإن تكون على وزارة الخارجية الفلسطينية والجهات الفلسطينية وعائلات غزة أن تبدأ برفع دعاوى ضد إسرائيل قضاء لا تستطيع إسرائيل وأمريكا أن تدفع تعويضات عنها. وهنا يعني تفتح الباب على مصراعيها بالشق القانوني بالنسبة للفلسطينيين وحتى بالداخل الإسرائيلي. يعني وصول إسرائيل إلى هذه الصورة إلى هذا الحد وصف بالفشل السياسي إضافة إلى الفشل الأمني والاستخباري في 7 أكتوبر، ولكن هذا على المستوى السياسي. ماذا عن المستوى العسكري، المؤسسة العسكرية، الجنود، وما أثر أيضا محاكمة إسرائيل على المستوطنين ناصر؟ أولا الجنود يستمعون إلى الأخبار والسياسيين ويشاهدوا كيف أن سياسيينهم الذين ألقوا بهم لارتكاب هذه الجرائم الفظيعة الآن يتراجعون ويغيروا في أقوالهم، فيعرفون بأنه ارتكبوا خطأ وخطأ وخطيئة. المستوطنين أيضا في حالة ملاحقة، لذلك هذا الخوف مرد المحاسبة. ومن أمن العقاب أساء الأدب. إسرائيل أمنت العقاب
لمراحل كثيرة. إذا بدأ حسابها فإن هذا سيطال الجميع، قلة شديدة جدا منهم من لم تغمس يده في الدم وفي الكراهية وفي الجرائم، ويثبت التاريخ بأنه للشعب الفلسطيني ولهذه القضية العادلة أصدقاء كثر في العالم، حتى بعد ما يسمى بتطبيع الدول العربية هناك أحرار في العالم لم يبيعوا أرواحهم للحركة الصهيونية ولم يبيعوا أرواحهم للإمبريالية الأمريكية. ما فعلته جنوب أفريقيا شيء معنوي كبير جدا، يشعر الضحايا الفلسطينيين بأنهم ليسوا لوحدهم، ويشعر كل قانوني في العالم أنه يجب محاسبة هؤلاء المجرمين. بالمناسبة هناك حالة جنون واستقواء من جانب إسرائيل على السلطة الفلسطينية، وتتهمها بأنها نسقت مع جنوب أفريقيا الخطوات اللازمة للقيام بذلك، وهو محاولة أن إسرائيل لم تستطع على دول العالم والآن تستقوي على السلطة الفلسطينية التي هي شبه دولة. نحن أمام مشهد كبير ومتفاعل، وأقول بأن هذا النباح الذي نسمعه في تل أبيب لن يغير شيء في النتيجة. لذلك هم يريدون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بعد تردد أوروبا في الدفاع عن جرائم الجينوسايد التطهير العرقي. ناصر، بسؤال أخير وإجابة مختصرة لو سمحت، هذا الحدث الكبير هل يمكن أن يؤثر على سلوك إسرائيل فيما بعد؟ لا شك السلوك السياسي بدأ يتغير على الفور. نتنياهو قبل ساعات من المحكمة قال أنا لا أريد احتلال قطاع غزة ولا أريد تهجير السكان، وهو كاذب، وهذا انتقال في التصريحات 180 درجة. باقي المسؤولين الإسرائيليين بدأوا يكذبوا ويعطوا تصريحات وكأنهم ليسوا هم الذين أطلقوا الجنود للقتل. هذا مسلسل سيبدأ من نتنياهو وينتهي بالأحزاب نفسها التي ستحاول أن تلعب دور الضحية مرة أخرى. كان شمعون بيرس قال إسرائيل ذئب يفضل أن يلبس ثوب الحمل، وليبقى العرب حملا يلبس ثوب الذئب. شكرا جزيلا لك الزميل ناصر اللحام، محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية، كنت معنا من بيت لحم. والآن مشاهدينا إلى فقرة وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم، تحقيق للشرطة البريطانية يثير حالة من التوتر بين لندن وتل أبيب في جرائم الحرب بقطاع غزة. وبحسب صحيفة دعوت أحرنوت فإن التوتر بدأ بعد مباشرة سكوتلاند يارد، وهو اسم يطلق على مقر شرطة العاصمة، تحقيقا بجرائم حرب إسرائيلية على خلفية العدوان على قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى لافتات رفعتها شرطة لندن تدعو الشهود الذين يمرون عبر مطاراتها إلى الإبلاغ عن جرائم الحرب. هذه اللافتات التي كتبت باللغات الإنجليزية، العبرية، العربية، تستهدف بشكل خاص المسافرين الذين زاروا إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية. وتابعت الصحيفة أن إسرائيل احتجت لدى السلطات البريطانية بشأن هذا التحقيق، ودافعت الشرطة البريطانية عن قرارها بالقول إنه يأتي وسط توقعات بعودة عدد أكبر من المواطنين البريطانيين أو الأفراد المقيمين في بريطانيا القادمين من إسرائيل وغزة ودول مجاورة. لمناقشة هذه الجزئية وهذا التحقيق وإحالة إسرائيل بتغير عالمي ملحوظ حتى حينما نتحدث عن بريطانيا، مع الزميل موسى سرور مراسل الميادين من لندن. مساء الخير موسى، ما أهمية هذا التحقيق لسكوتلاند يارد، وهل يمكن أن يبنى عليه لمحاسبة إسرائيل في ظل كذلك محطة مفصلية بما يجري في محكمة لاهاي، محكمة العدل الدولي؟ نعم، يعني هذه التحقيقات التي أثارت جدلا واسعا هنا في المملكة المتحدة عندما باشرت الشرطة البريطانية شرطة سكوتلاند يارد بجمع المواد والأدلة حول بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة. هي طلبت من خلال اللافتات في مختلف الموانئ و المطارات، لا سيما مطار هيثرو، تطلب من العائدين من الأراضي المحتلة بتقديم شهاداتهم بشأن هذه الجرائم، جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية
التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. هذا الأمر يعني جاء نتيجة بعض ضغوط من بعض البريطانيين، فضلا عن أن هذا الأمر هو أمر إجرائي قانوني يفرض على شرطة سكوتلاند يارد أن تقوم به، على اعتبار أن المملكة المتحدة هي موقعة على اتفاقية روما، وبالتالي الشرطة ما تقوم به الشرطة البريطانية هو يساعد محكمة الجنائية الدولية بشأن جمع الأدلة والديتا بشأن الجرائم، على اعتبار أن هذا الأمر يعني مفروض أو إجباري للشرطة أن تقوم به. والأمر آخر الذي دفع الشرطة إلى القيام بهذا الأمر أن هناك بعض البريطانيين الذين قتلوا في بعد 7 أكتوبر، وبالتالي على شرطة سكوتلاند يارد أن تقوم بهذا الأمر. أهمية هذا الموضوع أنه أثار جدلا، هناك بعض الأصوات التي اعترضت على قيام شرطة سكوتلاند يارد بهذا الأمر، لا سيما رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الذي انتقد شرطة سكوتلاند يارد واعتبر أن الأمر هو بمثابة التسييس، يعني اتهم شرطة سكوتلاند يارد بأنها تسيس الموضوع وأن على شرطة سكوتلاند يارد كما قال جونسون أن تقوم بمكافحة الجرائم الداخلية وأن لا تأتي بالقضايا الدولية إلى الشوارع. هذا الأمر يعني أثار انتقادات ضد بوريس جونسون على اعتبار أن هذا إجراء قانوني ولابد للشرطة أن تقوم بهذا الأمر. أهمية هذا الموضوع أيضا أنه أثار قلق جدي عند الجالية اليهودية التي اتهمت هذه الجالية سكوتلاند يارد بأنها تمارس ازدواجية المعايير، وأنها كما تقول صحيفة الديلي تيليغراف بأن هذا الأمر ربما قد يؤدي إلى نشوب أزمة دبلوماسية بين لندن وتل أبيب. وهذا الأمر يمكن الاستناد عليه على اعتبار أن هذه الأدلة التي تجمعها شرطة سكوتلاند يارد يمكن الاستناد عليه لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم البريطانية وأيضا في المحاكم الدولية، وأيضا يمكن الاستناد إلى ذلك لمحاسبة البريطانيين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. هنا الملفت، لا نتحدث عن جنوب أفريقيا، نتحدث عن الشرطة يعني في لندن، عن شرطة بريطانيا الحليف الرئيسي، وهذا الغرب الداعم بظهر وسند أساسي لإسرائيل بهذا العدوان، وحتى تاريخيا بدعم قيام هذا الكيان. أدعوك للبقاء معنا موسى أيضا لرصد التفاعل في داخل بريطانيا مع محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وكذلك التفاعل الأوروبي، ولكن سنذهب نحن وإياكم مشاهدينا إلى فاصل قصير. مشاهدينا من بعده نعود لاستكمال التحليلية، فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم. يوم العدالة لفلسطين لم تشهد عليه أروقة محكمة العدل الدولية فحسب، ففي خارجها تظاهرات حشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حراك شعبي هو انعكاس لمعركة الرأي العام التي خرجت منها تل أبيب خاسرة على مدار أكثر من 3 أشهر. فكيف ستتعامل دول الأطلسي وفي مقدمها واشنطن مع ورطتها القانونية في لاهاي؟ فيما تمتحن شفافية عدالة القضاء الدولي ممثلة بأولى جلسات الاستماع إلى الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حصار بشري داعم لفلسطين حول محكمة العدل الدولية في لاهاي لا يقل أهمية في رسائله عن مرافعات فريق الادعاء الجنوب أفريقي داخل المحكمة. أعلام فلسطين ترفرف أمام مبنى قصر السلام نصرة لغزة ودعما لأولى فصول محاكمة إسرائيل على جرائمها في صورة أقل ما يمكن وصفها بأنها سابقة تاريخية. أتينا من لندن ونيويورك للمشاركة في هذه الوقفة التاريخية وتقديم الدعم إلى الفلسطينيين الذين يتعرضون للحرب من الصهيونية العالمية. إنها المرة الأولى التي تحاكم فيها الصهيونية ممثلة بإسرائيل.
مئات الناشطين وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في دول أوروبية عديدة توافدوا إلى مدينة لاهاي الهولندية للمشاركة في الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني ولرفع صوت غزة عاليا أمام الرأي العام العالمي بعدما تعمدت وسائل أعلام الغرب التضليل وخنق الصوت الفلسطيني. الفلسطينيون فقدوا ثقتهم بالقانون الدولي، فقدوا ثقتهم بالنظام الكوني للعدالة، والآن المحكمة أمام اختبار حقيقي، إما العدالة أو شريعة الغاب، وبالتالي هي أمام مسؤوليات كبرى ليس فقط قانونية وإنما مسألة أبعد من ذلك. المشهد أمام محكمة لاهاي وإن بدا غريبا لما عايشته ساحات بعض الدول الأوروبية في الشهرين الماضيين من فرض قيود وحظر واعتقال وتوقيف من قبل القوى الأمنية لمنع التظاهرات التضامنية، يؤكد أن فلسطين بقضيتها وما تمثله عادت لتكون القضية الأولى في العالم أجمع، وأن ما روجت له واشنطن بشأن السلام العالمي أصبح بعد العدوان على غزة عاريا من أي صدقية. ملفنا الثاني نطرحه مع زملائنا، مع زميل منذر سليمان محلل ميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية من واشنطن، الزميل سليم بوزيدي محلل الميادين للشؤون الإقليمية والثقافية من الجزائر، الزميل مراد الدلنسي محلل الميادين للشؤون التونسية والأفريقية من العاصمة التونسية، ويبقى معنا الزميل موسى سرور مراسل الميادين من لندن. أبدأ معك زميلنا منذر، وتحديدا حول متابعة واشنطن لهذا الحدث، وهنا نسأل عن هذه الورطة، ورطة أمريكية سياسية وكذلك قانونية، ولا سيما بأن هذه الخسارة واقعة. كيف يمكن أن تلخص لنا وتوجز لنا الموقف الأمريكي الآن؟ الموقف الأمريكي صدر من بلينكين خلال زيارته الأخيرة. صحيح. وكان هذا الموقف أيضا تم تركيزه أكثر في تصريحات كيربي الناطق الرسمي في مجلس الأمن القومي، والذين اعتبروا أنه هذه يعني ليس لديها أي هدف ولا تستحق، وأن الكيان الإسرائيلي لم يرتكب إبادة جماعية. المشكلة هنا أننا نتعامل لأول مرة، ربما هذا يعني ينقلب السحر على الساحر، بمعنى أنه أصلا معاهدة الإبادة الجماعية هي انطلقت من تجربة ما يطلق عليه المحرقة والإبادة لليهود في أوروبا، وبالتالي لهذا السبب لم يستطع الكيان الإسرائيلي إلا المشاركة فيها. نحن الآن أمام اختبار حقيقي، وربما سيكون هذا الاختبار الأخير لما يسمى العدالة الدولية، لما يسمى مؤسسات القانون الدولي. على المستوى الأمريكي يعني فاتني أن أقول بأنه لا يوجد هناك اهتمام إعلامي كبير بما يجري، هناك اهتمام جزئي، وهناك تسليط الضوء على أيضا، بالإضافة إلى التظاهرة التي نشهدها الآن على الشاشة، هناك أيضا إظهار لتظاهرة أو احتجاج من قبل الذين يرغبون في إطلاق سراح الأسرى، وبالتالي من هنا يعني الاتهام لحماس بأنها هي المسؤولة. الأساس هنا أنه العالم يتعامل لأول مرة وينكشف أمر الكيان الإسرائيلي أنه عصابة دولية وبنفس الوقت إجرامية، وفي نفس الوقت أيضا هو دولة محتلة يتم إعفائها من مسؤولية الاحتلال. لهذه الأول مرة سيكون جردة حساب كاملة، ما قبل محكمة العدل الدولية وما بعدها سيكون مختلف في نظرة العالم لموضوع القانون الدولي. طبعا كل التوقعات تقول بأنه الولايات المتحدة في حال صدور موقف استشاري مبدئي أولي بوقف العدوان، وهذا يرجح كثيرا، بأن الولايات المتحدة ستكون فعلا في هذه الورطة التي تحدثت عنها، بمعنى أنها هل ستستخدم حق الفيتو عندما يأتي مجلس الأمن ليقرر في هذا الأمر أم لا؟ وإذا استخدمت حق الفيتو هذا يعني أنها ستكون هي في أيضا موقع الاتهام. صح. إضافة إلى ذلك، إذا كان هناك من وقت سيتم يعني شرح، أيضا هناك دعوة أخرى في محكمة فيدرالية. هل تسمح لي دكتور منذر على أهميتها لهذه الدعوة؟ نتحدث أيضا عن 77 منظمة في كاليفورنيا ضد الرئيس بايدن وسياساته المتبعة بهذا العدوان الإسرائيلي والدعم الإسرائيلي، وهذه جزئية أيضا مهمة، ولكن بما أشرت إليه يعني للأسف هذه هي المنظومة الإعلامية والمنظومة السياسية، المنظومة الإعلامية التي تعبر كذلك عن سياسات المؤسسات العميقة في داخل أمريكا بأن تتبنى السردية الإسرائيلية وهذا التضليل حتى بهذه المحاكمة
الكيان الإسرائيلي. سأنتقل مباشرة إلى سليم بوزيدي وإلى القارة الأفريقية، وهنا نتحدث عن أي أبعاد رمزية وكذلك إنسانية بأن تكون هذه القضية المرفوعة ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية من طرف ودولة جنوب أفريقيا. تحياتي وفاء لزملاء الأعزاء المشاهدين المهذين. أولا نحن أمام يوم مفصلي، ولا نبالغ أن قلنا هو أحد فصول الانتصارات الكبرى لملحمة طوفان الأقصى، هو بهذا المعنى فعلا، وإن لم يكن هو أحد أهم فصولها، خاصة لجهة أن ما يحدث الآن ليس فقط مهم لكونه هو إدانة أخلاقية وقانونية وإعلامية وسياسية للكيان الصهيوني، كل هذا صحيح، لكن الأهم أن ما سيبنى عليه لاحقا لجهة الرمزية، وهذا مهم جدا. عندما تابعنا مرافعات الفريق القانوني المحترف والرائع لجنوب إفريقيا الذي قدم في الحقيقة ملحمة قانونية وسياسية من خلال الدبلوماسية ومن خلال الآراء والأدلة و85 صفحة التي شكلت ملف جنوب إفريقيا، قدمت كيف يمكن الإنسان أن ينتصر لأخيه الإنسان بطريقة محترفة وراقية. لكن أولا وللإنسانية، جنوب إفريقيا تم تقديمها وتصويرها حتى داخل المخيال والثقافة الغربية على أنها انتصار كبير للإنسانية، لجهة أن جزء من الغرب كان في الحقيقة داعما لفكرة أن تحصل هذا الشعب الأفريقي في أقصى تلك الطريقة. للأسف سليم يصل الصوت بشكل متقطع، على أن يتم إصلاحه بالتأكيد سوف أنتقل إلى الزميل موسى سرور. موسى، ونحن ننتقل إلى القارة الأوروبية ولهي المتواجدة في هولندا بالمقابل، وكنا نتحدث بوثيقة اليوم عن تحقيق للشرطة البريطانية، كيف تفاعل الشارع البريطاني مع ما يجري في لهي؟ للأسف يبدو أيضا الصوت لم يصل إلى الزميل موسى سرور، وأنتقل مباشرة إلى الزميل مراد الدلنسي كذلك محلل الميادين للشؤون التونسية والأفريقية بمقابل الشارع التونسي. واسمح لي أن أبدأ بالأطياف السياسية، يعني بكافة مشاربها، كيف تابعت هذا الحدث العالمي بمحاكمة ومقاضاة إسرائيل على جرائمها مراد؟ نعم وفاء، كمتابع يعني نتحدث عن الداخل التونسي صحيح. وتفاعله مع طوفان الأقصى، حقيقة هذا الحدث يجب أن نضعه مع الفصول أو المراحل المهمة أو البارزة في هذه الملحمة. هذه المراحل يمكن أن نختصرها، يعني ولكن نتحدث عن لحظة 7 أكتوبر في حد ذاتها كانت في تونس وبكل تأكيد في مناطق أخرى هي لحظة انتصار وعز وكرامة، ثم بعد ذلك بداية الجرائم الإسرائيلية خاصة ضد الأطفال والنساء وهدم البيوت والمستشفيات وغيرها، كانت لحظات غضب في الشارع التونسي كبيرة، ثم الانتصارات المقاومة، انتصارات المقاومة كذلك كان لها صدى يعني كبير في الشارع التونسي بكل أطيافه، ثم انطلاق عمليات المقاومة في اليمن، نتحدث خاصة عن اليمن وجنوب لبنان والعراق وغيرها من محور المقاومة، كذلك قبله التونسيون يعني بترحيب كبير، وكانت لحظة عز أيضا ولحظات عز متواصلة لنأتي إلى هذا اليوم. حقيقة ما لمسناه في الشارع التونسي كان يعني هناك ترحيب كبير، نتحدث على الأرض، اليوم كانت مظاهرة أمام سفارة جنوب أفريقيا في تونس، تم بشكل رمزي تقديم باقة ورود إلى سفير جنوب أفريقيا، ولاحظنا كل الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني رحبت بهذه الخطوة من جنوب أفريقيا. لماذا نقول هذه الخطوة من جنوب أفريقيا؟ لأن الصهيونية العالمية والإمبريالية حاولت ربما جعل إسرائيل أنها لا تحاسب وكأنها في حالة من الهروب من القانون، وكذلك هناك إحساس لدى التونسيين اليوم أن هذه المحاولات الطمس الإعلامي الأمريكية والغربية لم تنجح، وأن الدولة
دولة لها تاريخ حقوقي ونضالي ضد الميز العنصري انتصرت للفلسطينيين وللقضايا العادلة. كذلك هناك نقطة مهمة لاحظناها في الشارع التونسي اليوم، وهي أن كل هذا الترحيب بهذه الخطوة من جنوب أفريقيا هي تسير جنبا إلى جنب بلحظات من المرارة. جنوب أفريقيا بكل تاريخها وهي تنتمي لعالم الجنوب صحيح، ولكن هي بعيدة جغرافيا ربما عن المنطقة. نعم مراد. اليوم إدانات كبيرة وإدانات كبيرة لبعض الأنظمة المتواطئة العربية المتواطئة. لماذا لم تكن هناك دولة أو أكثر من دولة تملك نفس الثقل المالي والسياسي لجنوب أفريقيا ولكنها لم تقم بهذه الخطوة، على العكس تماما هي مساهمة ربما في هذه المسارات. وللأسف هنا السؤال عن بكل صراحة عن مواقف هذه الدول العربية ولو بمساندة فلسطين، وإن كان بهذا الشق الأساسي بشق محاكمة الكيان على المستوى القانوني وعلى المستوى الدولي والعالمي. أعود إليك منذر، لأنك أشرت إلى هذه الدعوة القضائية المرفوعة في كاليفورنيا من قبل 77 منظمة ضد بايدن وبلينكن وأوستن، تتهمهم بالمشاركة بهذه الإبادة الجماعية في غزة. ما حيثيات هذه الدعوة منذر؟ قبل الإجابة أود أن أضيف على موضوع ما يجري الآن، أنه لا أود أن أستبق قرار المحكمة العدل الدولية، ولكن كل المعلقين والخبراء ينظرون إلى أنها ستصدر قرار لصالح الحق الفلسطيني بضرورة وقف العدوان. مشكلة الكيان الإسرائيلي أنه هو سيتحدث عن ما يعتبره جرائم لحماس. هذه الجرائم هي لمنظمة ليست دولة، وبالتالي لو فقط لم ننظر إلى موضوع عمليات القتل والمجازر التي استخدمت للآن حتى 23 ألف معظمهم من الأطفال والنساء، موضوع الحصار نفسه وموضوع التصريحات التي وصلت مش لـ200، 500 تصريح هناك موثق الآن لقادة إسرائيليين يمكن اعتبارها أنها تحرض على الإبادة الجماعية. عودة إلى موضوع إذا قضية الكيان الإسرائيلي بالدفاع القانوني قضية خاسرة أصلا بكل المقاييس، وإذا فعلا لم تكن خاسرة هناك فكل القانون الدولي وكل المؤسسات القانونية الدولية يجب أن تذهب إلى سلة المهمة عمليا. إذا في الولايات المتحدة هناك أكثر من دعوة، هناك دعوة التي تحدثت عنها هي مركز الحقوق الدستورية قدمها نيابة عن 77 منظمة لحقوق الإنسان فلسطينية ودولية ومحامين وغيرهم ونشطاء، تقول بأن بايدن وبلينكن وأوستن مسؤولين لأنهم لم يحولوا دون أولا ساعدوا بشكل مباشر، وأمر آخر أنهم لم يتدخلوا بطريقة تحول دون ذلك تحقيق الإبادة الجماعية، وخاصة موضوع الحصار ومنع الكهرباء والماء والدواء وغيره، هذا بحد ذاته يشكل إبادة. إذن ماذا سيكون؟ الإدارة اعتبرت أنه لا يوجد صلاحية للمحكمة، ولكن المحكمة أصرت على صلاحيتها، وبالتالي سينظر في هذا الأمر في 26 الشهر الجاري. هناك دعوة أخرى مقدمة ضد إدارة بايدن بأنها أيضا لم تساعد الأمريكيين من أصل فلسطيني مقابل كل الجهود التي بذلتها. يعني هناك فلسطينيين أمريكيين عالقين الآن في غزة ولم تقدم أي مساندة لهم، نعم، مقابل أنها قدمت المساندة للإسرائيليين الأمريكيين، وبالتالي هذه دعوة أخرى. إذن سيكون هناك إحراج كبير. صحيح أنه محكمة العدل الدولية لن يكون لها سلطة على محكمة الفيدرالية في أمريكا أو أنها، ولكن مجرد صدور هذا القرار نحن نتحدث عن توسيع هذه الجبهة عليه. صحيح توسيع هذه الجبهة، ومن هنا أنطلق وأذهب إلى سليم ولو بوقت قليل، بقي فقط لدينا أقل من 4 دقائق. سليم، يعني أيضا بما أنك تحدثت عن الأهمية الرمزية لتقدم جنوب أفريقيا بهذا الدعوة وبهذه الدعوة، مجلس الأمن الدولي غدا سيناقش مشروع طلب تقدمت به الجزائر بخصوص التهجير القسري للفلسطينيين بقطاع غزة. صحيح. كيف يمكن توسيع بالفعل هذه الجبهة المحاصرة للكيان الإسرائيلي على كافة المستويات دبلوماسيا قانونيا وحتى أخلاقيا بصورة هذا الكيان وداعميه؟
مهم جدا أن نؤكد أن أمريكا والدول الغربية داخل مجلس الأمن ستكون غدا أمام اختبار، كما إسرائيل الآن أمام اختبار، والعدالة الدولية أمام اختبار. لأن نذكر وفاء أن بلينكين عندما كان في الكيان الإسرائيلي منذ أيام تحدث على أنه تلقى وعودا من طرف بنيامين نتنياهو على أن سياسة التهجير القسري ليست من سياسة حكومته، في حين أن الوزراء اليمين المتطرفين قالوا وبلينكين موجود أن التهجير الطوعي لا زال سياسة موجودة داخل الحكومة. عندما يناقش مجلس الأمن غدا سنرى كيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية في حال ما تطور الموضوع إلى مشروع قرار يلزم إسرائيل بتبني سياسة واضحة وعلنية برفض التهجير القسري. ومن هنا نخلص إلى أن هذه التحركات القانونية والدبلوماسية وكذلك حتى المظاهرات المستمرة في العواصم الغربية هي في الحقيقة مهمة وحاسمة لاستكمال الانتصار ومحاصرة الكيان الصهيوني. هو يخسر المعركة بطريقة أسطورية على الأرض أمام المقاومة، لكن سيستكمل المشهد كذلك سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا. وكل خطوة مهما كانت تبدو للبعض أنها غير مجدية وأنه يتنظر عليها ما الفائدة، لكنها في الحقيقة بتجميع النقاط والقضايا لمحاصرة الكيان هي مهمة ومهمة جدا، ومن ضروري التنويه ودعمها بكل الوسائل. وتعزز الانتصار العسكري على أرض الواقع لمساندة المقاومة. أنتقل إليك موسى سرور، ما أهم تداعيات هذه المحاكمة على زعماء الأحزاب البريطانية؟ ونعرف أن هنالك تناقضات كبيرة وفي موقف لحزب العمال المهم الذي يمكن أن نستند إليه، وهل يمكن أيضا أن يؤثر وينعكس على القرار الرسمي للحكومة البريطانية؟ نعم، يعني يمكن الاستناد الى ما شبهه البعض من النشطاء ان الأجواء التي تسود المملكة المتحدة الآن هي ذاتها الأجواء التي سادت يعني في الثمانينيات وفي السبعينيات قبل رحيل نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا. هناك تضامن واسع، هناك اصطفافات سياسية وشعبية أغلبها بحسب استطلاعات الرأي تنضم إلى أو في خانة المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية. نحن نعلم الموقف الرسمي البريطاني، هذا الموقف المنحاز بشكل دائم ومطلق لإسرائيل. هذه الحكومة، حكومة المحافظين، التي البارحة قدمت مقترح قانونها لمنع وحظر مقاطعة البضائع الإسرائيلية، هي إلى هذا الحد تريد أن تستفز مشاعر البريطانيين. هناك معركة حقيقية الآن في المملكة المتحدة، هناك من يعتبر أنه في حالة نضال كما يعني يقول جيرمي كوربن، الذي بالمناسبة هو أحد الأشخاص الذين انضموا إلى فريق جنوب أفريقيا في لاهاي، ذهب صحيح. إلى لاهاي ليقدم دعمه إلى الشعب الفلسطيني. هذا الأمر في حال وبغض النظر عن النتائج سيكون له تداعيات كبيرة على المستوى الشعبي الأوروبي والبريطاني عموما. هذا سيغير من السردية التي كانت قائمة في مسألة تأييد إسرائيل، السردية بأن انتقاد إسرائيل هو معادن للسامية. هذا الأمر سيساند المتعاطفين مع القضية الفلسطينية في الضغط على الأحزاب السياسية، لسيما أن هذه البلاد تتجه إلى الانتخابات البرلمانية في المنتصف الثاني من العام الحالي، وبالتالي هذا الأمر يمكن استثماره سياسيا للضغط على الأحزاب. ولذلك نرى أن بعض الأحزاب ستغير، يعني غيرت إلى حد ما من لهجتها، وهذا الأمر يعني تراقبه عن كثب. وربما قد تكون التظاهرة المقبلة يوم السبت في 13 من هذا الشهر، ربما كما يعني التوقعات تقول بأنها ربما قد تكون مليونية لهذه التظاهرة ولنوعية الحضور. هناك بعض الأحزاب، قادة الأحزاب لا سيما الأحزاب الإيرلندية، كما علمت أن زعيمة ماري ماكدونالد زعيمة حزب الشنفن الإيرلندية التي يعني فازت في الانتخابات المحلية في إيرلندا ستكون حاضرة في هذه التظاهرة، جيرمي كوربن إلى جانب العديد من النواب البريطانيين. وهذه شخصيات مؤثرة، يعني نتحدث يعني بالمجتمع ستكون السياسي مفصلية. صحيح، هذه شخصيات مؤثرة بالمجتمع السياسي البريطاني وتواكب حتى هذا الحراك الشعبي منذ بداية السابع من أكتوبر. لجانب حمزة يوسف على نعم، لديك ما تضيفه موسى؟ تفضل بشكل سريع. نعم، لجانب حمزة
نعم إلى جانب حمزة يوسف، يعني هذا رئيس الوزراء الاسكتلندي الذي كان بشكل واضح عبر بشكل واضح عن دعمه لمحكمة المحكمة العدل الدولية، إلى أنه أيضا طالب بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. أعتقد أن هذه الضغوط إلى جانب الضغوط الشعبية، الضغوط السياسية من قادة الأحزاب، من زعماء المقاطعات إذا صح التعبير، الأقاليم في اسكتلندا وإيرلندا وحتى في ويلز، هذه تشكل وتمثل يعني ضغطا كبيرا على الحكومة المركزية لأن تغير من سياستها بشأن يعني مقاربتها للحرب الإسرائيلية على غزة. وعلى أمل أن يتوسع أكثر وأكثر هذا الرأي العام العالمي المساند للفلسطينيين بقضيتهم. شكرا جزيلا لك الزميل موسى سرور مراسل الميادين، كنت معنا من لندن. الشكر موصول للزميل مراد الدلنسي، وآسفة لضيق الوقت لم أتوجه إليك المرة الثانية بمداخلة ثانية، محلل الميادين لشؤون التونسية والأفريقية. وكذلك الشكر موصول للزميلين منذر سليمان وسليم بوزيدي. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة. هذه التحليلية انتهت، في أمان الله.